أنا اسمي كوثر وعمري 11 سنة. لما أجيت أنا ما كان عندي رفقات، كنت لحالي، ولما أستاذ زياد وأستاذ جورج يعني ساعدوني صرت معي رفقات، وكمان عدم السارة. أنا مبسوطة أكتر من قبل. أول ما إجت كوثر كانت خجولة كتير، انطوائية، كانت على جنب ما توقف مع حدا، ما شاركت شي مع حدا أبداً. والأهم من هيك إنه لما بدينا نحكي معها كان في شوية مشاكل باللفظ، حتى بأداء الفكرة، خلينا نقول مثلاً بالحل بشيء. قدرنا من خلال تقسيم الصف لمجموعات، من خلال وضعها بمجموعة، الانخراط بالمجموعة، نعطيها بعض المهمات اللي من خلالها تقدر تناقش الطلاب اللي معها بمساعدة الأستاذ بالبداية. بعدين صار يعني شوي شوي إنه الكلام ينطلق معها. قدرنا من خلال المرشدة النفسية بالمدرسة إنه نحولها لعندها، وقدرت من خلال حوار معها، من خلال الرسم اللي كانت هي تعمله، الأشياء معها، يعني المتابعة اللي كانت كتير كبيرة من المرشدة النفسية والتوجيهات اللي تعطينا إياها إلي وللأستاذ الإنجليش لنتطور بالنقاش مع كوثر. قدرنا من خلالها أنه نطلع من حالة لحالة تانية تماماً. صارت تشتغل لحالة، توصل على المجموعة اللي لازم هي تكون فيها، يكون في نقاش فوراً، يعني هلأ ما عاد بدها حدا يحكيها، صارت هي تعطي المهمات للطلاب، تشتغل معهم. صار حتى رفقاتها يعني صاروا يشوفوا إنه هي اختلفت كتير، إنه صار في حدا تاني تماماً. أكثر شيء بحب يصير إني أدرس وأتعلم ويصير عندي رفقات وأحكي اللي بقلبي عشان كل مرتاحة أكتر.